يا أصدقائي، كيف حالكم؟ اشتقت لكم. ما هي حكاية المرة السابقة؟ نعم، لقد جاءت الخنفساء المنقطة. أتطلع بشدة لما ستحكيه لنا الشجرة اليوم. ما رأيكم أن ننطلق الآن في رحلتنا مع هذه القصة؟ تمنيت في نفسي بأن يتوفر لأصدقائي ما يأكلوه. وبعد فترة نزلت الفواكه من السماء، وقال أصدقائي: أوه، يبدو أنها لذيذة جدا، لقد أكلناها ونحن شاكرين. نعم، اليوم سنرسم الفواكه. سنرسم أولا البطيخة التي نزلت من السماء. أولاً سنرسم النقوش التي على البطيخة. وبجانبها سنرسم تفاحة. وهنا نرسم العنب أيضاً. وهنا الفراولة. ونرسم بذور الفواكه أيضاً. وبعدها نقوم بالتلوين. Thank you.
نعم، هكذا يا أصدقائي قمت بتلوين كل الفواكه. وبعدها الخلفية هكذا بشكل دائري. ثم نرسم شكلا مربعا وآخر مثلثا. ومن الداخل تكبر إلى الخارج، تكون ممتعة جدا. وأيضا من الخارج إلى الداخل هكذا. والآن نلون الخلفية بالألوان المائية. أولاً نضعها في الماء هكذا، ثم يمكنكم التلوين باللون الذي تحبونه. سألون هكذا بينما أغير الألوان.
يا أصدقائي، الآن اكتمل كل شيء. واه، لقد نزلت الفاكهة من السماء. هل حقا يا أصدقائي تنزل الفاكهة من السماء؟ لا، ولكن بالرسم يمكننا أن نتخيل أي شيء ثم نرسمه. هل يوجد ما تحبونه؟ حاولوا رسم أي شيء تحبونه غير الفاكهة في السماء. حقا سيكون هذا رائعا. أراكم في المرة القادمة يا أصدقائي. إلى اللقاء.